يؤثر في المجتمعات الذي يريد أن يؤثر فيها، سواء كان بالثقافة، سواء كان بالأبحاث، سواء كان بالاقتصاد، سواء كان بأي شيء. يعني العملية في كل المصطلحات الجديدة دي كلها إنما كيف يتحكم في مقدرات الشعوب. دي سلطة عليا من حقك إنك تقاومها بإن أنت بتأخذ بأسباب القوة لتدافع عن وطنك وعن مجتمعك وعن بلدك إلى آخره. الدفاع عن مثل هذه المجتمعات، عن مثل هذه الأوطان حالياً هو ببناء مؤسسات مجتمع مدني قوي. مش هتبنى بين عشان وتضحية، مش هتبنى بجيل واحد، هتبنى بتدافع. وزي ما الدكتور علاء كان بيتكلم، يعني لو احنا هنصنف بعضنا من قبل ما نتكلم، يعني واحد لو واحد مثلا جاي يتكلم يقول لك بنتكلم في السلام، يقول لك اكيد انت مع دول مش مع دول، طب انا لسه ما اتكلمتش حاجه خالص. يقول لك بنصنع مجتمع، يقول لك انت مع دول مش مع دول. ما هو في النهايه لو احنا داخلين باجنده انت مع دول او مع دول، مش ممكن هنعمل حاجه. اللي هو النيه المسبقه لخندقتك في مكان ما، سواء كان مكان ده سياسي او مكان ديني او مكان ثقافي او مكان عرقي الى اخره. فدايما الباحثين بيطلعوا على اراء جديده علشان يشغلونا بنظريه جديده، قد يكون هي نفس النظريه القديمه بس بيحطوها في قالب اخر. يعني في النهايه الكلمتين اللي قالهم الرجل الامريكي اللي هو انفلونس، مش كده برضك؟ العقول، العقول وال التأثير. هل ده جديد عليكم؟ ان انت عايز تشيل عقول، ان انت عايز تأثر في المجتمعات، مش جديد. بس لما تحط لها هالة، وده بقى الفرق ايه بين يفكر في وضع نظريات وعمل ابحاث ونشر هذه الابحاث، ومن يتفاعل مع هذه كل القضايا بالعاطفة وبالخناق وبالزعيق وبالتخوين الى اخره الى اخره. هي هل دول هل المصطلحين دول جداد عليكم؟ موجودين في اللغة العربية واللغة كل لغاتهم والمجتمعات منذ آلاف السنين ولا لأ؟ موجودة. يعني عشان يبنوا اسطنبول هنا وأمامنا جابوا كل المهنيين حطوهم في اسطنبول، صح؟ العمال والمهندسين وكذا عشان يبنوا أجمل مدينة. يعني عايز يعمل إيه؟ يخلي اسطنبول أعظم مدينة في العالم. فجاب العقول عشان تؤثر اسطنبول في شكل المنطقه دي كلها. نرجع تاني، ايه الورقه دلوقتي؟ ايه انت اللي عندك؟ لا هحاول اتكلم انا في ايه؟ الشراكات ولا في ايه؟ طيب انا هقول حاجه، نتكلم على الشراكات، مش كده؟ انا ليه هبقى شريك ليك؟ او انا ليه اسعى للشراكه معك؟ انت بتتكلم على الشركات، عايزين نعمل شركات، مش كده برضك ولا مش هي دي الموجوده؟ لا انا بقول لي الورق اللي عندك، بقول لك البرزنتيشن. بناء الشركات مش كده؟ مفيش شركات، ولكن الحلول المقترحه كانت التعامل مع التحديات، كان في اقتراح. بناء الشركات. بناء الشركات بنفس الكلام هو موجود. ما هو يعني هو احد الحلول المقترحه. ايوه ما هو ده من اصعب الحلول المقترحه عندك ولا مش عندك؟ ما ببعتهالكش رامي في الرامي. طب روح عند رامي وانا هحط لك الكلام. انا ليه حابب الشراكه معاك؟ اول حاجه انت مين؟ ولا مؤاخذه يعني، انت مين علشان اقبل شراكتك ليه؟ انت عايز ايه تتجوز بنتي؟ هتجوزها لك ليه؟ هي ننزلها هتلاقي احنا بنعملها بقالنا الاف السنين، ها؟ ان انت عندك مهنة، عندك اخلاقيات، عندك تاريخ، عندك عائلة، عندك دخل، عندك كذا. انت كشريك هقبلك شريك ليه؟ ايه اللي عندك انت؟ عشان انا كأمم متحدة او انا كحكومة حتى وطنية او انا كجمعية دولية اقبلك كشريك. لابد الشراكة ان انا ابني نفسي من الداخل، ابني نفسي من الداخل. وانا اذكر في التسعينات في
في 97 او 98 دائما المثل اللي انا بضربه كثير جدا، نحن جبنا مستشار عشان عايزين نخش نبني شراكه مع الاتحاد الاوروبي. اول شيء سالوا دي نحن واحنا جالسين في الجلسه اللي انا فاكرها دي، اول شيء سالوا تعرف شعار عميس المدير التنفيذي ادوني اللي هو السي في بتاعته، يعني السي في اللي هو السيره الذاتيه بتاعته. مش دخل ده في مؤسسه عندها 20 مليون ولا 50 مليون شرف سيدنا، لانه عايز يعرف من هو صاحب القرار وكيف ان صاحب القرار يستطيع اتخاذ القرار وما هي مؤهلاته. شفت بقى الشركه ماشيه ازاي؟ الكلام ده من كام؟ من 25 سنه. يعني عشان معاك شراكه ايه تاريخك؟ ايه مشاريعك؟ ايه ادبياتك؟ من هم اعضاء مجلس الاداره؟ من هو المكتب التنفيذي؟ ما هو الهيكل اللي بنتكلم عنه؟ ما هي السياسات اللي بتتبعها في التعامل مع الاطفال ومع النساء ومع اللاجئين ومع النازحين الى اخره؟ هعمل شراكه معاك ليه؟ عشان انت سوري؟ ولا عشان انت مصري؟ ولا عشان انت ليبي؟ لا مش هعمل. هل انت تعرف كيف تتعامل مع منظومه محاربه الارهاب ولا لا؟ انت قد ايه بنتكلم؟ هل انت عندك في مجلس الاداره في نساء ورجال ولا لا؟ هل عندك في الموظفين في نساء ورجال ولا لا؟ ده المؤسسه الدوليه بتنظر كده. هل انت مصنف كجمعيه وفق اللي هو المؤسسات التي تصنف الجمعيات في العالم ولا لا؟ سواء كان في الامم المتحده او في الاتحاد الاوروبي او في بعض الدول الاوروبيه او في حاجه جديده اسمها وورلد تشيك. اسمك انت كجمعيه، ثم اسمك انت كمجلس اداره، كمجلس اداره كل وقت اسالوا عن يعني ابحثوا عن اسمائكم في مؤسسات تصنيف الارهاب. ابحثوا عنها، ممكن تلاقي الدعوه ما بيجيلكش عشان واحد عمل بحث فلقى نص اسماء الجمعيه بتاعتك مصنفين انهم ارهابيين دون ان تدري انت. في ناس وورلد تشيك عندها اللي هو توم سوبرت عنده ما لا يقل عن 3 مليون اسم موجودين في قائمه الارهاب. حد معاك شراكه ليه؟ البنك هيحول لك فلوس ليه؟ ان القضيه بتطلع على مين؟ بتطلع على المدير اللي حول الفلوس مش على الجمعيه. في قعدت سنه منحه جايه الجمعيه هنا في سنه او سنويه، والاخر لما بحثوا لقوا ان في 3 من الجمعيه دي موجوده اساميهم على اللي هو تومسون رويتر، وطلبوا منهم بالادب انهم يستقيلوا محل مصلحه الجمعيه. واحد استقال والتاني عرف يشيل اسمه والتالت هيقال، لان في النهايه لما تجيب انت فلوس جايه للاجئين السوريين او النازحين السوريين وما توصلكش لمده سنه، ده القانون اللي انت بتشتغل معاه في العالم. تيجي وتقول لي قانون ظالم، قانون مش ظالم، هو ده السيستم اللي انت ماشي فيه. لو عندك انت القدره زي ما كان اخونا بيتكلم قبل كده علاء انك تغير النظام، هتغيره زي ما انت بره. هتغير زي ما انت مفكر. هتغير زي ما انت ما عندكش اوراق بحثيه. انت ما عندكش رؤيه، انت ما عندكش علاقات، انت ما عندكش اطروحات. ازاي؟ يبقى عشان ابني معاك الشراكه لازم اعرف انت مين. علشان انا ابتدي افكر ان انا ابني معاك شراكه. اديك مثلا من الامثله اللي الاغاثه الاسلاميه عملتها في 2012. 3 مؤسسات سوريه في بريطانيا، كلكم كنتوا عارفين اسماء، اشتغلوا هناك. كلهم انا كنت بحاول اكون ايه زي ما بتقول وسيط. عشان الإغاثة تديهم فلوس. جبناهم وقعدناهم رفضوا حتى يدوهم تبرعات عينية. قال لك أولاً بقى لهم سنة مسجلين. تاني حاجة ما عندهمش تقرير مالي. تالت حاجة ما عندهمش أدبيات تخلينا إحنا منطقة صراعات نديهم حتى تبرعات عينية. مش كاش. حتى التبرع العيني اللي أنت بتاخده محسوب على المؤسسة المانحة. دي مؤسسة أخرى لم يصبح لها تاريخ ولا مصداقيه لانها مسجله من اول امس سنه او سنتين. فما بالك المؤسسات اللي هي الاخرى.
فمنطق الصراعات صعب انك تعمل اشتراك. تعرف ليه؟ ان الانسان بيخاف من اي موظف بيوظف في مثل هذه المناطق ينفعل انفعال ياتي بالضرر على مؤسسته وعلى مؤسسه المانحه. فلذلك تجد ان كتير جدا مؤسسات انا ذكرت اسمها وغيرها ترفض رفض تام تديك فلوس. ان قانون محاربه الارهاب وقانون تحويل الاموال بيخليهم غير قادرين على انهم يعرفوا مين الموظف بتاعك اللي موجود في ادلب ولا في دير الزور ولا في الحسكه اللي ممكن يعمل اي شيء ويتحسب عليك انت. حاليا بيحاسبوا. ابوك كان بيقول من 50 سنه خد صوره مع مين؟ يعني في ناس حاجه اسمها منصه طلعت كده عشان 50 من 15 20 سنه وناس ما حضرتش الاجتماعات بتاعتهم بدون ذكر اسمها عشان ايه؟ ما حضروش. مجرد اسمهم اتحط في الدعوه. احد الدول حطيتهم على قوائم الارهاب. ده العالم اللي احنا بنشتغل فيه. ده العالم. فاحنا عشان نبني شراكات مع الناس يبقى انا مين عشان الناس تبني معايا شراكه؟ انا لابد ابني نفسي داخليا كهيكليه كسياسات وكموظفين مجلس اداره. مجلس الاداره هم فاهمين كل واحد في مجلس الاداره خلفيته ايه. يعني في بعض الشباب يقول لك الفيسبوك بتاعي ده حاجه شخصيه. الانستجرام بتاعي حاجه شخصيه ملوش دعوه بالمؤسسه. التويتر بتاعي حاجه شخصيه. الواتساب بتاعي حاجه شخصيه. طالما انت دخلت في جمعيه ذات نفع عام ليها صفات معينه لابد ان تلتزم بسياسات المناخ اللي بتشتغل فيه. يعني واحد من الناس دول كل يوم والتاني يشتم في رئيس معين على الواتساب بتاعه. هو رئيس مجلس اداره جمعيه انسانيه. كل لما جه المسج ده من يعني انا هو معايا الصفحه يعني المجموعه او انا بعتها للجمعيه بتاعته بيشد شعرهم. والناس دي خلي بالكم دي متعلمه ودكاتره. مش بقى محاسبك بقى اسمها ما احنا برابيرو مش برابيرو دول ولا هم درويش مشايخ يعني غلابه كده يعني. دي ناس متعلمه وعايشه في الغرب. الواحد يعني واحد مش هيشوف يعني صعب ان واحد يقعد يرطب وشد شعره. يا ابن الحلال خلي بالك يا ابن. يعني في شاب من الشباب وهو داخل عايز يروح يزور القدس ها ودخل على يزور القدس فجابوه قالوا مش ده الفيسبوك بتاعك؟ قلت له حبيبي قال لهم اه قال لهم ده كلام التكبر؟ قال له تخش ولا تمشي؟ فبالادب رجعوه. انت متخيل الناس يعني ايه؟ ممكن بيشتغل في احد الجمعيات وكان عايز يروح من خلال الزياره السياحيه يروح للجمعيه ويروح يزور الناس الى اخره الى اخره. والعالم دلوقتي اصبح معروف. فلماذا ابني شراكه معاك؟ انت بقى تحللني مش ده تحدي؟ مش ده تحدي يا اخوانا ولا مش تحدي؟ هبني معاك ليه؟ لو انت ما خدتش معايير الشراكه وعرفت العالم بره بيشتغل ازاي ما حدش هبني معاك. اللي هيحصل لك هيحصل لك ان انت تبقى منفعل ومتضايق ضد الدنا وضد كذا. لا هو مش ضدك. هو في قانون ظالم بيحكم العالم شئنا ام ابينا. نسميه ظالم نسميه عادل نسميه اي ما تسميه. اتفقوا عليه. اتفقوا على ان في حاجه اسمها ارهاب بدون تعريف الارهاب. فكل واحد بيعرف الارهاب في الفنكوش بتاعه. كده اصبح شيء هلامي كلنا بنحاربه. صح؟ فبالتالي انت لابد تنظر لنفسك في هذا المجال كيف تنفذ لكي تبقى وتبقى جمعيتك ويبقى مجتمعك وتبقى المؤسسات بتاعتك اللي بتتكلم عنها. دي نمرة واحد. انا ليه السؤال الاولاني ليه انا هبني معاك شراكة؟ نمرة اتنين ما الهدف من عمل شراكة معاك؟ قول لي انت عايز تعمل شراكة معايا ليه؟ لماذا تريد ان تتشارك معه وتعمل معاه شراكة؟ زي ابن المشتري اللي قبل كده عايز فلوس. عايز فلوس صح؟ انا مؤسسه مانحه عايز مني فلوس اكيد. او انا عايز منك فلوس صح ولا لا؟ عايز حمايه. يبقى في الدعم المادي في الحمايه. الحمايه معناها ايه؟ معناها انا بقف في الصوره معاك انت
هو اللي عنده الفساد يا عم. ها؟ ما كده وكده. لما اجي اخش الناس الاقي ده زي ما انا ذكرت لكم في الصباح، قلت لكم لما كنا الراجل طلب مننا الملفين، كان ملف المشاريع واحنا في كندا، والملف الثاني فلان فلان كان واقف مع الملكه واقف مع الامير، قال لك هو ده الملف اللي عنده، ده هو الملف السياسي اللي يدل على ان انت ما عندكش خلفيه تجعل الامن يمنعك ان تقابل الملك او تقابل الامير او تقابل الرئيس او تقابل الوزير. ففي حمايه، في وجاهه، في علاقات، في تشبيك مع مؤسسات اخرى، في حمايه بالعمليه ماشيه ازاي. فاهداف الشراكه للدعم المادي، دعم الادبي والمعنوي، للحمايه، للتشبيك، للتمثيل حتى. مين اللي هيقعد على المؤتمرات؟ الناس بتتكلم عنهم في مجالس خاصه. في 2001 بعد الهجمه بتاعت 11 سبتمبر اللي حمى المؤسسه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ان في اول التسعينات وقبل حرب البوسنه وساعه حرب البوسنه بدات ابواب المؤسسه تتفتح، الانفتاح. لو كنا بنتكلم عن الناس، كنا بنحضر مؤتمرات، كنا بنبعث رسائل. انا كان عندي قائمه بكل المسؤولين في العالم كده، كتاب كنا كل سنه بنشتريه $500 من كل الجنسيات، كل الجنسيات، بنبعت لهم معايتين، واحده في السنه الجديده واحده بعد رمضان، للمسلمين والمسيحيين وكل الاطياف. المرسله دي بتخلي المنشورات بتاعتك بتتحط هناك عند السكرتيريه. اللي بيخبط على الباب ما فيش على راسه بطحه. واخد بالك؟ وهكذا. فلما تتواصل انت مع العالم الخارجي ده، العالم الخارجي بينظر لك. كنا بنشتري كل سنه $500 الكتاب ده عشان نطلع منه زيارات، مراسله النواب، اعضاء مجالس الشعب، الى بغض النظر هم مين. بغض النظر هم مين وخلفياتهم. وانت في الاخر لابد تتواصل مع الاخر. فالشراكه تحمي، الشراكه بتنام بتاع. الامر بتاع 11 سبتمبر ايه؟ احنا قررنا اننا نقف كاي مؤسسه مسلمه ده، يعني ونقول احنا مش مجرمين في اوروبا في الوقت ده 2001. ده كان القرار، يعني لو الاعلام جه هنتكلم، لو ما جاش هنتكلم، هيكون عندنا ستيتمنت. بس نظمنا نفسنا. ايه؟ اصبح في متحدث رسمي واحد على مستوى العالم. مش كل واحد يدي بق، كل واحد يجتهد. واحد على مستوى العالم، يعني نيوب عنه واحد تاني. اتدربنا، دفعنا فلوس اعلاميين عشان يكلموني يعلمونا ازاي نقف قدام الكاميرا. لما كان يجي الصحفي في فرنسا يرجعوه لبريطانيا، في امريكا يرجعوه لبريطانيا، يقول له روح اتصل بفلان وفلان وفلان. مفيش بقى بلا بله ولا فلاكيش. ده من كام؟ من 17 سنه. أصبحت الرسالة واحدة، صورتها واحدة، فلسفتها واحدة، كلماتها واحدة، أبعادها واحدة. حدث نقاشات يعني من رأي الكواليس بين المؤسسات البريطانية الغير مسلمة. شوف بقى فائدة الشراكة بتعمل إيه. فالمؤسسات الكاثوليكية كان في بيننا وبينها علاقة قوية، هم اللي كانوا بيدافعوا عني، بيدفعوا عنا في الوقت ده، في وقت سبتمبر 2011. بس ده اتبنت امتى؟ مش 2011، 2001. اتبنت قبلها ب10 سنين. يعني اوعى تفتكر ان انت لو حصل حدث سيء جدا في العالم وانت صحيت النوم النهارده الناس هترحب بيك، لا، ده انت لابد انك تعلن عن نفسك قبل الحدث بسنين. ده اللي حصل. اتعلمنا مما حدث في افغانستان من خلط اوراق بنوايا سياسيه لتحقيق اهداف سياسيه من دول اخرى، اننا ما فيش خلط فيهم. فلما جت 11 سبتمبر، يعني بعدها تقريبا 8 سنين او 9 سنين، اللي كان بيدافع عنك ناس مش من دينك. اللي دافع عن الاغاثه الاسلاميه بتسجيلها في 1993 في الامم المتحده السفير الايه؟
كان في سبع فرق عرب اربعه كلهم خدوا خطوه لورا. السفير اللي خد تحمل المسؤوليه سفير اعلامنا في شراك سمع وعرف وقرا وسال. فانت قبل ما تروح في 93 كنت عملت ملف، كنت عملت اعمال وريت انجازاتك وتاريخك. العمليه الشراكه دي مش كده واحد صحي من النوم هيروح يسلم عليك كده وصباح الخير صباح الفل والدين، لا مش ده. لازم يعرفه، لازم تبني انت طريق قدامك وهكذا. بيتكلموا عنك في غيابك، كيف يتكلم عنك هؤلاء الناس في غيابك وانت مش موجود؟ وده اللي حدث بالظبط سبتمبر 2001. خرجت المؤسسه من الكبوه بتاعه سبتمبر 2001 وما زالت مستمره بعدها ب 17 سنه. فالشراكه ما هيش نزهه. الشراكه انك بتتنازل عن جزء من سلطتك الاعتباريه. يبقى انت لو تؤمن بالشراكه بتعمل ايه؟ الفكره فكرتك يا سيدي. هات اي حاجه في ايدك كده ولا اي حاجه، هات الورقه دي. ايوه اي ورقه. خلاص؟ الفكره فكرتك. والمال مالك. والمجهود مجهودك. هتنزل الشارع بيها لوحدك انت. هتاخد حجمك. هتأجلها عشان يشترك فيها معاك الآخرين ويخشوا وتقنعهم إنها فكرتك وفكرتهم دي شراكة. بالرغم إن أنت صاحب الفكرة وصاحب المال وصاحب المجهود وصاحب 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 وصاحب. أنت عشان تجيب معاك 30 40 50 جمعية وتنزل نفس الورقة دي بعدها بأسبوع ولا بأسبوعين عشان مؤسسات دولية أو حكومات تسمع إليك، لابد أن تشرك الناس وتملكهم للفكرة بتاعتك. وده اللي حصل معانا. حصل معانا من 14 سنه او 15 سنه في بناء المنتدى الانساني اللي انتم بتتكلموا عنه او جزء من انتم عارفين بعض الحاجات منه. بس بالرغم من الكلام ده كانت فلوس الاغاثه. وانا كنت شغال في الاغاثه كرئيس ليها والمجهود وكل حاجه وال 14 ورشه اللي احنا عملناها عشان مناقشه فكره المنتدى الانساني ما سميناهاش لقاء الاغاثه الاسلاميه. في كل مكان سميناها منتدى انساني، حاجه جديده. عشان تلتف الناس حواليك، والتف وولد. السنة اللي فاتت عملنا حاجة اسمها هترجمها ازاي؟ منتدى عالمي، حاجة كده مبخبخة يعني، هيجي لكم السنة الجاية عشان في لا لا هو 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 ابن المنتدى الإنساني. حاولنا نجيب الشركاء الكبار اسمه World Humanitarian Action Forum WAF WHAF. وافده لما جينا نعمله احنا اقل المؤسسات حجما لان ميزانيتنا ما فيش حاجه، ما فيش 100,000 ولا 200,000 جنيه في السنه، دي ميزانيه تسييريه يعني. عشان تجيب المؤسسات العملاقه دي كلها تقول لهم مش هتقول لهم منتدى انسان. فاللي احنا عملناه ايه؟ اقترحنا الاسم الجديد للمؤتمر وسميناه واف. ما سميناهوش منتدى انساني. مين صاحب الفكره؟ احنا. مين صاحب التاريخ؟ احنا. من صاحب المال احنا، من صاحب المجهود احنا، لكن عشان تجي لك اوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وكريستن ايد واسلامك ليف واو دي اي ولندن سكول اوف ايكونوميك وبالكل الزخم الكبير ده بتحسسهم ان انت كمنتدى انساني لا تستعلي عليهم بفكرتك لتصنع منهم الشركاء. هم كل واحده فيهم بسم الله ما شاء الله عندها مئات الملايين، وانت عندك كام؟ 100,000 جنيه. ملكتهم اسم المؤتمر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين خليت مسارات أو ورش عمل المؤتمر تدار بلجان تأثيرية منهم وليس منك أنت. يا فلان أنتوا هتمسكوا المجموعة دي. اختار 100 شركائك وكذا وهاتهم، والمخرجات أنت هتجيب الضيوف وهتجيب المتحدثين وهتطلع المخرجات بنفسك. إحنا عملنا إيه بقى؟ إحنا قعدنا زي البواب اللي على البوابة. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه وكذا. كل واحد فيهم جاب الجمعيه بتاعته، اللي جابها من اسيا واللي جابها من افريقيا واللي جابها من امريكا اللاتينيه الى اخره، وانت قاعد. هم حسوا سعداء انهم حققوا شيء جديد، لم يشعروا بتسلطك على تملك الفكره ليك انت شخصيا. بقيت الشراكه. دي شراكه انك بتتنازل عن جزء من شخصيتك الاعتباريه، حتى الشخص
اللي كان بيقدم مسيرات مع دائما المكتب منع ان يكتب تحت اسمه المنتدى الانساني، بس هو منع كتب اللي هو منسق واف مش منسق المنتدى الانساني. حد فينا بيعمل حاجات زي كده عشان الناس تيجي تقعد معانا في الترابيزه؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه يا اخوانا. شراكه مش حدوته بتاعت ست الحسن والجمال والشاطر حسن والامنا الغولة، ولا الشراكه مسيره، شراكه منظومه، شراكه فلسفه، شراكه حرفيه ومهنيه وخبره. الشراكه مش فلوس بس، احنا قلنا فلوس وحمايه وتشفيق وعلاقات ومناصره. دي الشراكه، بس مش هيحط ايده في ايدك الا لما هيشوفك. يعني زي ما انا ضربت المثل ببنتك، انت بنتك زي القمر شكلك كده ولا يريح شويه حاجه انا اتجوزها، هتسال عيلتي وعلى ابويا وعلى امي وعلى خالتي وعلى دخلي، مش دي شراكه؟ مش هو شريكين هيعيشوا مع بعض؟ ها؟ مش ممكن حد يحل بنته لحد ما يعرفوش. فده غلط. بالظبط هو كده. في حياتنا العامه، حياتنا المجتمعيه دي معنى الشراكه. ممكن بقى نروح فيها محاضرات من هنا للصبح. خلاص انا خلصت كده. اتفضل بقى يا سيدي. ممكن المشروع بتاعك البلابول بتاعك. هو تعقيب على فكره السؤال عندما اسال نفسي من انا. السؤال يكون بالتوازي، بعد ان اعرف من انا بالتوازي يجب ان اسال من هو الشريك الذي يجب ان اتعامل معه. مظبوط. يجب ان افهم المنطلقات المبادئ التي يخرج منها وينطلق منها في العمل الانساني، ولكي استطيع لكي استطيع ان اصل اليه بالطريق الاقصر. مظبوط. فهذا الامر توجد قوانين مختلفه عند المانحين والشركاء، هناك منطلقات مختلفه، هناك مبادئ للعطاء. لما تقبل شراكه اي حد، احنا مثلا في دوله من الدول جات لنا منحه من سفاره من السفارات، واصر السفير على انه يتصور، قلنا له لا، لان باكستان افغانستان تدينا الفلوس وجزاكم الله خير او كذا، قال لا عايزين الصوره نرفض فلوس. ارتقت العلاقه الى علاقه اللي هو دعم المؤسسه وليس دعم المشروع. يقول لك انا هديك مليون جنيه علشان تقوي قدراتك او قدرات المجتمعيه للمؤسسات الايه المحليه. ليه؟ مشي من المشروع اللي هو 500 ألف وكذا وكذا إلى عالم، مع بعض مؤسسات الأمم المتحدة زي اللي هو برنامج الغذاء العالمي أو المفاوضة العليا الجديد، عملنا معاهم فرق في حاجتين يا إخوانا، عملنا معاهم مذكرة تفاهم وليس اللي إحنا بنقول عليها إيه؟ ليتر أوف إنتنت، اللي هو جواب النوايا الحسنة. ليتر أوف إنتنت ده بيعملوا لك إيه وأنت قاعد خد يلا. تلاقي بعض الجامعات اللي مش عارف ايه يعني فرحانه بقى وجابوا عملوا حدوته كبيره، انا حضرت حاجه من دول يعني بقى وعاملين السفه دي في تعالى، ما حبيتش ازعل الناس. قالوا انا يعني عرفت بقى من كواليس المؤسسات في الامم المتحده واحنا بنشتغل على اللي هو المؤتمر الانساني كان من سنتين هنا، واحده من حبايبي ولا حبيباتي الراجل مشي كان هيجيب التعميم حبايبي حبايبي خلاص يا سيدي. قلت لي شوف هنعمل لك اسمها ايه ده يا ربي اللي هو ميموراندم اوف اندرستاندينج اللي هو الشراكه ده لازم يخش على الخصم القانوني وكذا وكذا وكذا، وده هياخد سنه. ليتر اوف انتنت عشان ايه؟ نديك الوجاهه. قلت لها خليها ليتر اوف انتنت دلوقتي عشان هو مؤتمر وخلاص. عندنا مع اللي هو انا عملتها بنفسي البرنامج الغذاء العالمي، لدرجة إن من 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 صدق الرجل اللي كان ماسك البرنامج في نفس الوقت ده، إن هو جه ومضى العلاقة دي بيننا وبينه في المركز الإسلامي في مصر. هو كان راجل مزدين وكان بيحبنا. ومشي يعني عن أمريكا يعني. أما لتر بنتين ده الموظف بيعمل لك هو قاعد، لأنه ما عندوش أي مسؤولية.
بالك؟ فالأمم المتحدة بتعمل معاهدة، بس كل جمعية في الأمم المتحدة عندها وكأنها دولة مستقلة، كل حكومة في العالم عندها اللي أنت بتتكلم عنه الشروط اللي عندها اللي هي وكالات التنمية الدولية، كل سفارة عندها إمكانية ده عشان تنميع الدخل، كل السفارات الأوروبية والأمريكية اللي موجودة في إسطنبول أو في أنقرة عندهم صلاحية ويقدروا من 30 ل 50 ألف دولار، ده عند صلاحية السفير. بس أنت ما هتقدم، هتقدم بعقلية الدولة مش بعقليتك أنت. سؤال ثاني يا شباب. يعني الخطأ ممنوع. جزاكم الله خير. النقطة دي كنا في الشيشان. جزاكم الله خير. ممنوع منعًا باتًا الخطأ بنية حسنة. ممنوع. أصل معلش يا عمو كبر، ما فيش تكبر مخك ولا معلش. يعني كنا بنتراقب من 5 أو 6 أو 7 مؤسسات أمنية واستخباراتية. مسلمين في الشيشان بيحاربوا الحكومة الروسية، وأنت بتدعم الناس الغلابة اللي هم 90% منهم مسلمين. فالناس متوجسة. من 1996 أو 97 إلى الآن المكتب مفتوح. صح ولا غلط؟ وإن احنا المؤسسة الوحيدة اللي سمحت لها الحكومة الباكستانية إنها تشتغل في كشمير. كمؤسسة أجنبية. من سنة 97 معايا؟ وهكذا. ده ليه؟ اللي انت اتقريت اتشفت سمع عنا يعني، واللي بيشوفك ما بيقولكش انا شفتك، ما دي الشراكة. الشراكة ما فيهاش فهلاوة وجدعنة وبلبل اللي هو كان بيكلمنا اخوها فيها، ما دي مش موجودة فيها ابدا. الشراكة فيها خطوط مستقيمة واضحة واضحة، علشان انا احط ايدي في ايدك او عازمك عندي في البيت. واضح المفهوم بتاع الشراكه هي خفض النفقات، تبادل الخبرات، اكتشاف القدرات والمقدرات وتنميه الموارد البشريه، سرعه التنفيذ لدى عدد المستفيدين. دي اهداف انا وانت مع بعض. ها؟ بعد كده انواع الشراكه، شوف بقى انا حاطط فيها هنا كم واحده، وممكن تضاف عليهم كمان 20 نوع. لا استنى ركع انت بس براحتك. المؤسسه اللي انا كنت فيها زمان دي تستمر في الشات الى الان، ان احنا كنا كل شيء يعني هديكم ده حصل واقعي حصل 99 في الحرب الاخيره في الشيشان كنا بنروح، انا كنت بروح 96 97 كنت بلاقي شباب صغير جاي من دول ما دون ذكر اسماء الدول عشان ما نجرحش حد، راكب عربيات باجيرو في الوقت ده وماشي، وكانوا الروس سايبينه والحكومه الشيشانيه سايبينه ادخلوا فقه غريب على مجتمع صوفي، فقه شفوي، انشاوا مدارس او معاهد للقضاء. شفت بقى يعني العمليه ماشيه من امتى؟ من 25 سنه. فانا كنت بسال احد الشباب فيهم، طب القائد ده بيتخرج بعدها؟ سنه 6 أشهر 7 أشهر. قلت له والله انا ابويا قعد في الازهر 20 سنه، وقبل ما يخش الازهر كان حافظ القران، حافظ الحديث، وحافظ الالفيه بتاعت ابن مالك، وطلعوا روحه وروح جدتي الله يرحمها اللي هي امه يعني مش وروح جدتي عشان في الامتحان الشفوي. وانت بتقول لي هتطلع قاضي في 6 أشهر؟ في سوريا عنده نزلت التسعير ل 15 يوم. يا فيفي. هلا اقول له ايه ده؟ واخد بالك؟ والولاد منشكحين كده وفرحانين. فبدا الفقه ده قلت انا نازل بقى وانا ماشي في الشوارع في 97 بعد ايام يلتسن، ما كان هو في امن وفي سلام يعني بعد مصالحه مع بس مع مش عارف قدروف كان قبل قدروف جوه الضيف كان مات، كان بس خدوف اللي ماسك بس خدوف نعم كلهم رحمه الله عليهم. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك المفسقون الكافرون مش عارف ده في الشوارع، انا شفتها في الشوارع. المشيخه اللي كان ماسكها قدروف الاب مش قدروف ده راح المسيخ خدوف قال له يا ابتدي ترضوا احنا نسحب تأييدنا. 24 سنه كان طارد كل المؤسسات الاسلاميه اللي موجوده للاسف.
بقى كم مليون دولار راح رواندا. ده كان في الوقت اللي كان فيه المواجهه الثالثه اللي هي بتاعت 99. اللي نجى المؤسسه اللي انا بتكلم عنها دي، قلت لهم كل معزه وكل خروف وكل حاجه تجيبوها روحوا على الوزير، روح دي تعالى معانا قدمها للمجتمع عشان يحس الوزير ده ان هو اللي جايب الهديه دي للمجتمع. لغايه دلوقتي لسه المؤسسه شغاله. ده شراكه مع مين؟ مع المجتمع المحلي والحكومات المحليه والحكومات المحليه. على خلال خاص ده نجحه مختلفه، جات اكاديميه، شراكه مع الانتقال البرامج، تغيرت الشراكه مع الانتقال برامج الاغاثه المرتبين للمنصه زي ما كان الاخ بيتكلم فيها دلوقتي، حسب موقع الجغرافي والمناخ السياسي الدولي في مناطق الصراعات المسلحه مختلفه، كل منطقه ليها حيثيات شراكه تختلف عن منطقه ثانيه. يعني في الصومال مع كل حاره فيها واحد ماسك مفتاح الحاره. بيسموه الجيت كيبر، الجيت كيبرز. في ليبيا كنا في طرابلس السنه اللي فاتت في ديسمبر كنا بنتكلم عن حاجه زي قال على كل امة شارع في مجموعه ماسكه الشارع. خلاص؟ فتخيل انت بتتعامل في مجتمعات زي كده مع مين؟ واخد بالك؟ فتم الشراكة على حسب موقع المشروع بعد موقع المشروع على المنظمة. بالك؟ ساعات لذلك في بعض المؤسسات تخاف تشتغل معاك انت شخصيا بالريموت كنترول، يقول لك لا انا هديها ليه؟ الموظف انا اقدر اتحكم فيه. اتفضل. مدة الشراكة على ممكن ساعات على تنفيذ المشروع أو على حسب مدة البرنامج، يكون برنامج 3 سنين أو 5 سنين إلى آخره، أو تكون شراكة مستدامة زي في بلاد المجتمعات، على حسب أنت بتحددها. كل الحاجات دي أنت اللي بتحددها مع الشركاء بتوعك. بعد كده العوامل استدامة الشراكة، أيوه اللي أنا قلته كده، عايز الشراكة تستدير حوكمة والهيكلة المؤسسية والدفعة الرؤية والهدف والمنهج المتبع والرسالة والقيم والموارد البشرية والكفاءة. استراتيجية. ده أنت قبل ما تخش في الشراكة تكون مخلص النقط دي كلها. كل وقت أنت مخلصها. عشان هو هيبص على دي زي ما أنا قلت لك، أنا الكلام ده بالمعلوم. بعد كده اتباع المعايير المبادئ الإنسانية اللي هي تبع الستة أو سبع معايير تانية إنسانية وعلى التحيز والتأدية واستقلال والخدمة التوعية والوحدة العالمية. القيم اللي عندك أنت قد يكون قيمك تختلف مع قيم مصداقيتك، النزاهه المؤسسيه، تاريخ منظمه، دوله تاريخ منظمه، مدى شفافيتها، التوجه الاستراتيجي للدخول في الشراكه، كل هذه الاشياء هو المانح او الشريك الاخر بيبص عليها. ده كلام بقى كلام التخين اللي الواحد بيقوله هو نايم. نحن نصنع تاريخا بالسطور والكتب ونحدد مسارات انجازات المستقبل التي تبعها. مش عارف ليه كتب الكلام ده بس اكيد كان واحد سكران. شفت بقى؟ لا استنى بقى حتى عشان جه واحد سكران في محشش. لا الامر لا يتم الا ان تنازلنا عن بعض خصائص شخصياتنا الاعتباريه من اجل بناء حكمة. ده بقى واحد فايق. بالك؟ خيركم بعد كده. دي صورة للشراكة. خلصنا. فده مفهوم الشراكة في عجالة. لمن أراد أن يسأل أو يعلم. شكلكم أنتوا يعني خلاص استويتوا. بس أنا بعد الجلسة الدسمة كنت كنا نحل بيك. ها لأن أنت دخلت هم كده فهربتهم. خطب الزهرة. لا ما كويس ممكن يخطف الزهرة هو لا هو بيزرع ثمار مش بيخطف الكروت. انا اللي بخطف الزهره بتاعته، هو زرع الشجر. خلاص الشباب شكلكم تعبتوا. شايف الدخان طالع من ودانكم وعينيكم. طب انت هنا اللي جاي بعد مين هيختم الساعه كام معاك دلوقتي؟ 24 يعني ده الجماعه اللي قاعدين بيتكلموا بره دول وطنشنا. كيكي لا بقى خلاص بقى فكرني ممثل ده كان عندي محاضره اسمها كيكي وصلت طيب اتفضل انا خلصت وانا خلصت والشباب مش عايزين يتكلموا خلاص استوعبوا واتنفهوا ها؟ انا عنوان مثلا اسمها هو ايه؟
عندك انت يا دكتور. انا قلت لك قصة الكيكي اهم من كل الحديث اللي صار. طب ما تجيب كيكه الارز. فخش على اليوتيوب هتلاقي عندك 500 600 700 واحد. ايه بس دي واحد شايفين ده؟ احمد الشيخ. مين هو احمد الشيخ؟ يا ربي ده احمد الشيخ ده احد اذرعه اليمنى من شباب ادلب. شباب ادلب هو موجود دلوقتي بينكم في شباب شو اسمه الارض شو اسمه المهم هو 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 اللي اكتشفني. هو اكتشفني دايما من فرنسي سالم بيشتغل من ام ار سي. لا ده هو في ادلب. في ادلب هو بيشتغل داخل. وانت عارفه يعني؟ ايوه. قريبك؟ لا. طيب المهم انا بس بحط الاسماء دي ليه؟ طبعا انتوا عارفين محمد نجم اللي هو ده وطن وهو عبد الرحمن ده شاب صغير ده شاب صغير محمد عبد الله وده كان بيشتغل في دراسه الاسلاميه. اخذت منهم المواد بتاعت دراسه الكيك الى اخره يعني. انا وانا في انطاكيا اكتشفت شاب ممكن يطلع مين؟ مصطفى عطار. انت سمعت كلام؟ عايز اتبناها بس ربنا يرزقني بالشيخ. واد مش بقى اخونا اللي بيديها حضرات مش فاهمين هو بيقول ايه ولا انا اللي جاي متعلق عشان صحيت من النوم ولا حد تاني منكم اللي ماشي بالعرض وماشي بالطول. هو 13 سنه بدا يفكر يعمل ايه؟ بدا يفكر عايز يروح امريكا ولا يروح اوروبا عشان ايه؟ يكمل تعليمه في الاعلام. بالك؟ فبس انا بقول الكلام ده لان انتوا بينكم طاقات غير عاديه. غير عاديه. هيصطادها صياد العقول. زي ما كان في الكلمه اللي اتقالت بالانجليزي من شخص امريكا على اسمها ايه؟ الجيل الرابع ولا الجيل الخامس ده. علشان يؤثروا عليكم في المستقبل. شراء العقل اكبر قيمه استثماريه بارخص سعر مالي. هقولها ثاني، انا بطلع كلام ما اعرفش بيطلع ازاي بس المهم بيطلع. اعلى قيمه استثماريه باقل تكلفه ماديه. باقل تكلفه ماديه. خلاص؟ منهم مصطفى العقاد. ايه بقى كيكي في واحد بترقص ولا حاجة؟ لا ما اعرف. انا هغني. في بعض الاغاني الساقطة في مصر قال لك شنب ذبح كبشه يا محلى مرقة لحم كبشه. حاجة زي كده؟ والله؟ طب عكشو فركش قلشو طن قلشو الله انت والله ايوه مكتوب ايه؟ بس هو بيعرف يقراها مش عارف اقراها يعني هو بيسوق ايه؟ متدرب عليها كان ايه؟ الساحه بتاع حنبوها كده انا عارفها اغنيه دوليه دي حبه فوق حبه تحت كاتش كادر في الالولو فاكرها دي؟ لا كاتش كادر في الالولو حب نادي احب لولو كمان نانا عارف كمان نانا؟ كاتش كادر في الالولو كمان نانا زحمة يا دنيا زحمة زحمة واحنا بنستحلاها اوبا الشبشب بتاعتي كانت بناء ايه في الادب؟ اللي كان اولها كلمة قذرة شوية كده طبعا كنت بقولها وقت المحاضرة في ورشة عمل ورشة بقى كلهم انت ولا لحية في لحك وزي اللحية اللي كانت هناك والمنقبات وكذا وقلت لهم هغني لكم الشبشب بصباع عملوا كلهم مصوتين ان اول كلمة فيهم قذرة قلت لهم هو ده المجتمع تعرفون من تحت وده رأس الكيك اتفضل يا جماعة مش عارف وانا مالي انا واحد بيحب واحدة وعمل لها اغنية بيرقص لها انا مالي انا في الفراغ بقى وصل عندي الايه؟ انت بترقص وانا هرقص زيك ايه ده؟ بس ده كان ديك فكرة كبيرة بتاعت رأس الكيك ان واحد بيحب واحدة ورقص لها وعمل لها وكذا طب انا مالي انا بتعمل صح ولا غلط؟ وبعدين كيكي بالاسباني كيكي بالصيني كيكي بالعربي كيكي في الصحراء ايه ده؟ كيكي محجبه كيكي مش محجبه شفت قد ايه احنا وصلنا لمرحله من المراحل
ان هويتنا عدم وجود هويتنا جعلتنا كغثاء السيل. كغثاء السيل لا شخصيه ولا قيم ولا اي حاجه. اي شيء يمشينا يمين يمشينا شمال نروح وراه. دي كيكي. الراجل ما غلطش، اللي كتب الاغنيه ما غلطش، احنا اللي غلطنا. احنا اللي ايه اللي غلطنا. بس هجيب الحاجه في فتره ضاعت الحاجه. تعالى الملك فين مالك يا مالك اخده علينا. الناس ما تعرفناش عن الناس مش كده؟ والله هم ما تعرفنا بس اكيد يعني تحت المحاضره. على العموم اذا ما في اي تعليق نحن حابين الحقيقه نوجهكم الشكر فردا فردا لحضوركم. بنتمنى نحن كنا حابين انا نسرع النقاش بين بعضنا البعض وكان هدف اي اساسي اي نقاش. وسميناها ورشه تبادل خبرات العمل. بس واضح انه ثلاثه اربعه او خمسه عندهم خبرات وما ما عرفنا شو السبب ما تفعلوا او ما حكوا او ما تحدثوا. هل هو انه هن فعلا ما حابين يشاركونا خبراتهم؟ مثلا والكل عنده خبره الحقيقه. ان شاء الله هاي نتائج الورشه ان شاء الله الاخوه بإلاف حيبعتوها لنا جميعا. بس اخي اسعد بدك تختم بشيء قبل ما نخلص. طب انا بدي اشكر كمان الدكتور هاني على هذا العناء، بدي اشكر الاستاذ علاء زياد على الشيء اللي قدمه كمان، بشكر اخوتنا بإلاف الرئيس والاعضاء، بشكر الدكتور عبد الرحمن كذلك القمر اللي كان معنا بانطاكيا وكمان اجى معنا لكلس. الشكر الموصول للجميع، زكريا بذكر بالاسم. الى لقاءات قادمه. بس بتتمنوا نعمل هيك لقاءات اخرى بكلس ولا خليها في غازي انت؟ والله النشاطات بكلس ضعيفه جدا خاصه المعلومه. طيب احنا في فكره نحن واتحاد الاف انه نسوي هيك نشاطات هون في 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 كلس لاحقا كل ما صارت الفرصه. ومع الدكتور هاني ممكن يجيب لنا ضيوف كمان اخرين من بريطانيا او بقيه الدول الاوروبيه. طيب هاي نحن هذا كان اللي بدنا اياه. لو كان في مقترحات ايضا لتطوير الفكره دون ذلك بشكركم. هم اقترحوا المسؤولين روابط الشبكات اجوا. الحقيقه كان في شغله عن الاندماج يا دكتور ما حكيناها. كان مع الشراكه. عن الشراكه كثير كان حكيتوا عن الشراكه بس الاندماج بين المؤسسات ما حكينا عنه. خلاص بقى الوقت خلص. هلا هو معنا رفض على الخمسه بس اذا انتم خلص لان كان عموميات عموميات ما هو بده يعطيك الفكره بده ياخذ منك ايضا. فنحن بصراحه دعينا رابطه الشبكات السوريه لتكون موجوده لتسمع لانه نحن اليوم حتى على مستوى الشبكات في حالات من التفكير باتجاه الاندماج. اصل هو شوف اذا نعطي فقط بعد اذن حضراتكم 10 دقائق ونختم فورا مش حاختم. الكلام ده اتكلم عليه اخونا علاء. نعم. هل في مؤسسات كثيره جدا حتنتهي؟ نعم. بعد الوقت اللي انت في اول الحديث حتنتهي ليه؟ لان مفيش فن. فانت ايه استعدادك للمرحله اللي انت فيها دلوقتي؟ انا بضرب المثل الثاني، اضرب المثل ان احنا عندنا مؤسسات ما فيهاش فلوس في بريطانيا مش هنا. فكرنا ان نندمج فبندمج مؤسستين مع بعض عشان نوفر المصاريف والاداريه وكذا 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 عشان نستفيد بالقدرات اللي موجوده هنا والقدرات اللي موجوده هنا. مش عيب ان انا اندمج. مش عيب ابدا. مش عيب ان انا اخد اتنازل ويكون مجلس اداره مشترك، يعني احنا مثلا في الاندماج مع المؤسستين دول احنا بنناقش مع كل مجلس اداره على حده مين هيستمر ومين هيمشي. احد المؤسسات في اربعه. اثنين احنا ماشيين. طبعا. مشوا خلاص، قالوا مش عايزين نكمل. واحد انا هحاول اشوف مرحله الاندماج. فقد ايه الناس بتفكر؟ الناحيه الثانيه في اثنين مسيحيين واحد فيهم انا عايز امشي. وان هو يعني دي حساسيه كبيره جدا في الوطن، والتاني انا عايز اقعد لان انا ايه؟ عايز اشوف على الاقل مرحله الانتقال. فالناس بنكلمهم يسيبوا مجلس الاداره بتاعهم ويمشوا عشان ندمج الجمعيتين مع بعض. فالاندماج في الوقت اللي احنا فيه ده اصبح فرض عين. ما عندناش فلوس. هنعمل ايه؟ بقول لك احنا في بريطانيا بنندمج. في امريكا بندمجوا. امبارح كان بيتكلم سيد على مؤسسه اسمها ميرلي. كانت لها ثلاث ايام حرب افغانستان. واستمرت لما بعد اللي هو الكسرى. وبعدين بعد كده هي مؤسسه طبيه. ما قدرتش تكمل اشتريتها سيف ذا تشيلدرن وخدت الموظفين اللي فيها.
واحد من المؤسسات اللي جاي كان شبه اسلاميه في البوسنه. واحد قال لي ناخدها. قلت له عينيا. قال لي فيها مليون دولار. قلت له عينيا. هتاخدها موظفينها. قلت له عينيا. رفضت بعد كده لما لقيت واحد بيتدخل من الابواب الخلفيه. طبعا سمعت التليفون. قلت له الف سلامه والباب مفتوح لك. عايز مليون دولار ولا عايز اسمك ولا عايز اي حاجه. قال لي ليه انت؟ قلت له لما انا اتكلم معاك في جلسه خاصه عن شيء ازاي فلان فلان يكلمني فيه وقفلت الموضوع. ده مش اندماج، ده لعب ثلاث ورقات، لعب امبارح بلابولجا كوتشينا. اندماج معناها توافق، خفض نفقات، كل تحقيق هدف استراتيجي الى اخره. فلابد نندمج مع حتى الاتحادات اللي انتوا عاملينها دي كلها. احنا محتاجين خمس او ست اتحادات اللي هو انتوا اسمكم ايه؟ تحالف بالعربي يعني تحالف منظمات غير حكومية. لو ده هيقنعنا كلنا نخش فيه. ليه معانا عندي مكتب هنا ومكتب هنا ومكتب هنا وبعدين الفلوس دي فلوس مين؟ تعرف فلوس الغلابة. تعرف يا رجالة عشان نستشعر مسؤوليتنا أعرف إن اللي بيدفع لي مرتبي الواد اللي بيموت متلج في لبنان، او الواد اللي طلع غرقان على الشاطئ في ايطاليا ولا في اليونان، او البنت اللي اغتصبت 50 60 مره في سجن من السجون. ده اللي بيفعل مرتب. انا اقعد اطلع فلوس اعمل بيها اشياء لا قيمه لها من فلوس مين؟ من فلوس مانحي اللي هو الطفل والارمله واللاجئ والشريد الى اخره. لابد انا اعقل مع نفسي. لكن كنت بتكلم قبل كده الخدمه، مش كده؟ كانت خدمه مجتمعيه. الخدمه دي معناها ايه؟ اللي بيقدم الخدمه هو الخدام. عاجبك تكون خدام؟ عاجبك كمل في العمل في مجتمع مدني او مجتمع انساني. مش عاجبك الف سلامه جزاكم الله خير و100 بوسه على راسك. سيد القوم خادمه. بس هنا بقى الخدمه انك بتوطي. انا محشرني مع المساكين. سيدنا جبريل وصل صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا نبيا. انا محشرني في ضمه المساكين. أظن الملوك ولا الرؤساء ولا الرؤساء كل ده فنكوش. فلذلك الاندماج ما اصبحش نزهه نتكلم فيها. اصبحت حقيقه واقعه، بس ازاي نؤديه ونبنيه ونعرض بانفتاح على بعضنا البعض. زي ما كنا بنتكلم امبارح في العشاء، مين عنده ايه عشان لو حصل والعياذ بالله حاجه للاهل في ادلب هنطلع كل اللي عندنا على الطاوله. مش حاجه تستخبى عشان نكمل دورنا مع بعضنا البعض. بس انا اختم اقول الاندماج حاليا كان احنا بنقوله يمكن من سنه او سنتين. خلي بالكم الامور هتخف ودلوقتي جالك جهينه قبل الخبر اليقين قال لك السنه الجايه عاجلا او اجلا مش هتنتهي 2019 وما فيش مكتب للقدشه او ميزانيه كبيره للقدشه موجوده. ده معناه ايه؟ معناه ان العالم اتفق على انهاء القضيه السوريه من الناحيه اللي هي المصادمات او الناحيه العسكريه، هبتدي يشوف في بناء الدوله فيها بعض. ده العقده، لابد نقعد مع بعض. لابد. الفلوس مش فلوسك. مش فلوسك. يعني تعرف المشكله في ايه؟ سيتعلق في رقبتي كل الايتام والارامل اللي انا اهدرت منهم علشان رأيي الشخصي. وده جزء من العورات. عورة من العورات ان انا مصمم على رأيي الشخصي ولن اتنازل عنه. وبس الفلوس مش فلوسي انا. ده فلوس الولد او المرأة اللي مرمية دي منتهك حبها. لو تحمل لا لو لا لو تحقق لو استشعر المرأة منه ان المرأة دي زوجته او بنته أو أخته أو أمه
هيتعامل في مالها بنفس الطريقه اللي احنا بنعمل فيها دلوقتي، يبقى احنا عاملين كيانات يعني بنصرف عليها فلوس دي يعني. اللي مننا عايز يكمل في العمل الانساني يكمل، واللي مننا عايز زي ما كنا بنتكلم التقدم يخش في اي مجال اخر تخش، احنا هتدربنا كتير. دي بس الرساله بتاعتي ان انا بحاول ايه ان انا انهي بيها علشان لا ياتي الاطفال والمساكين امام الله سبحانه وتعالى ولا سبحانه وتعالى. يعني دايما بقرر انا لو مقوله سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تمثل نفسه امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعتزل واعتكف لمده 3 ايام وعجبك كان بيتحمل المسؤوليه بتاعت الخلافه بعد ما بيع مرتين وخرج يبكي. فزوجته بتقول له بتبكي ليه يا عمر؟ انت وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ولا وجهك وجهك يا امراه، مش يا زوجة الخليفة يا بنت الخليفة، يا امرأة، يا امرأة، لقد وليت عمر هذه الأمة ما وليت. تفكرت في مين بقى؟ تفكر في الحياة قدامه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الله، الفقير الضائع والمريض الضائع والأرمال الوحيدة واليتيم المقهور والرجل الكبير والعيال الكثير والأسير المظلوم، وعلى ذلك هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا علمت يعني استشعر الموقف وبص كده هو لامين اللي قدام ربنا كده سبحانه وتعالى، وعلى يمين ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على الشمال ومين اللي بيساله امام ربنا؟ سيدنا محمد. فخشيت الا تثبت لي حجه في مكاني، عسى الله ان يرحمني. ده واحد خلافه يعني في عصره كنا بندور على حد ياخد الزكاه حتى من غير مسلمين. أول ليلة في ليالي الخلافة دي كانت رسالته. فاللي هيستكبر مننا عن إنه يندمج من أجل أنا هيتعلق في رقبته أو في رقبتها كل هؤلاء الأطفال والمساكين والنساء يوم القيامة. بس، وهذا قول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. شكرا جزيلا. هو طبعا مصري بس اقام في سوريا. نعم. شكرا جزيلا. حلوان. طيب يا سلام، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. جزاك الله كل خير.